ولنقاش الانتهاكات الحكومية ضد اعتصامة حملة الشهادة العليا تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في اعتصام حملة الشهادات العليا رواء الجاف. أهلا بك سيدتي. أهلا أهلا جزيلا. كنا نشاهد قبل قليل مشاهد الاعتداءات الجديدة على المعتصمين من حملة الشهادات من قبل القوات الأمنية، ما تفاصيل هذا الاعتداء؟ كيف حدث؟ ومنذ متى وأنتم تعتصمون سيدة رواء؟ نعم عزيزتي، بداية شكرا لتسليطكم الضوء على قضيتنا، وعذرا لرداءة صوتي بسبب التطاوع الوحشي الذي نال حملة الشهادات والمهندسين يوم أن تفاجئنا طبعا بنزول قوات مهولة، وكأنما يعني عندهم مواجهة مع عدو وليس حملة الشهادات العليا. تجمع وطن لحملة الشهادات العليا منذ بداية العام واليوم هذا يشار للزمان بالتنظيم وبالمسير السلمي. تفاجأنا يوم أمس بأنه أحد القادة، يعني صدمنا أنه رئيس الوزراء معطيهم الأخضر لقمة تجمع قادات ومهندسين، ومن بعدها زالت جميع القيم والساحات الاعتصامات. يعني حملة الشهادات هذه لم تقل حقوقنا في بالدرجات الحذف والاستحداث. راح تسألين انه الدولة منا ما عندها رواتب للموظفين، احنا عندنا درجات حذف واستحداث بالموازنة نتاج الدرجات الوظيفية اللي عفوا التقاعد اللي طلعوا على التقاعد. نعم. هذه شركة الدرجات شاغرة، احنا دا نطالب بهذه الدرجات، يعني ما نريد غير انه كتاب خلينا نقول او ضمان يضمن حقوق هؤلاء الشريحة ونرجع لبيوتنا. ما عندنا شيء، احنا لا بيدنا اسلحة ولا بيدنا مواد، يعني خلينا نقول ادوات مؤذية. يعني جاهم الباص بالضرب بطريقة وحشية لأول مرة منذ أكثر من سنة. إحنا نطلع بمسير، يعني أعدادنا مو قليلة، تجمع وطن يضم 10,000 حامل شهادة عليا، أقل مسير نطلع بها بين 4,000 إلى 5,000 حامل شهادة عليا من كافة المحافظات. ما تعرضنا لهذا الموقف، لكن يعني يوم أمس جوبهنا بطريقة وحشية، وكأنه اكو حقد فشيء داخلها، يعني بقلوبهم بينفذوها بنا. احنا مهما كان ابناء هذا البلد، يعني هي رساله مبطنه، انتم اتركوا البلد وهاجروا. نعم سيدة رواء، شهدنا الكثير من الاعتصامات لأطباء ومهندسين وبيطريين وكذلك خريجين من كافة الجامعات العراقية وحاملين للشهادات العليا، هل هناك تنسيق بينكم للمطالبة ورفع هذه المطالب بحقكم المشروع في الحصول على فرص عمل؟ بداية السؤال ما كان واضح، يعني تقصدين حدث إن كان هناك تنسيق بينكم وبين الأطباء والمهندسين وباقي حملة الشهادات العليا؟ نعم. أصلاً تجمعنا فيه كافة الخطابات من حملة الشهادات، لكن بالآونة الأخيرة اتحدنا مع مهندسين النقابة، لكن بعد الضربة نزلنا ببيت نتوحد بكل الاتصالات اليوم واحد نصبح. نعم سيدة رواء، إن كنت تسمعينني. نعم يا ستي. هل صوت واضح لديك الآن؟ يبدو أننا نعم. فقدنا. نسألك سؤال أخير، إن كان أحد المسؤولين قابلكم لدراسة مطالبكم التي المشروعة والسلمية التي ترفعونها في هذه الاعتصامات؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع رواء الجاف وهي ناشطة في اعتصامات حملة الشهادات العليا، حدثتنا عبر الهاتف من بغداد.